اليوم درسنا يا أول رح يكون برنامج الرسام. بنتعلم كيف نفتح برنامج الرسام. برنامج الرسام هو برنامج بيساعدنا نرسم لوحات حلوة ونضيف إلها ألوان لحتى نصير رسامين ماهرين. أنا عندي هنا الواجهة الرئيسية للبرنامج. شايفين كيف رسمت رسمة صغيرة هيك كتبت عليها؟ كلياتنا بنقدر نعمل هيك على برنامج الرسام. خلينا نروح نتعرف على برنامج الرسام ونشوف كيف بنفتحه. أول إشي فتح برنامج الرسام. ما هو الرسام؟ الرسام هو برنامج يساعدك على رسم لوحات جميلة وإضافة الألوان لتصبح رساماً ماهراً. طريقة فتح برنامج الرسام: نروح ستارت أول بروجرام، بنختار أكسسوارز وبنختار البنت. تفتح عندي الواجهة الرئيسية للبرنامج. خلينا نتعرف عليها. مكونات نافذة الرسام: أول إشي عندي هذا السطر الأول بسميه شريط العنوان، وعلى السطر الأول هون على جنب في عندي شريط الأدوات السريع. شريط العنوان يحتوي على أدوات التحكم بالنافذة اللي هم الإكس والتكبير والتصغير. الإكس اللي هي الإغلاق، وتكبير النافذة وتصغير النافذة. شريط أدوات الوصول السريع يحتوي على أدوات تراجع عن وإعادة وحفظ. عندي شكل المربع هذا الديسك للحفظ، وهذا السهم اللي راجع لورا هيك هذا رجوع أو تراجع، واللي لقدام هذا العكسي هذا بسميه إعادة. تمام. وعندنا كمان زر الرسام. زر الرسام يحتوي مجموعة الأوامر التي تستخدم للتعامل مع اللوحة، اللي هم رح ناخدهم بالدرس الجاي، اللي هم كيف نعمل فتح سيف إن شاء الله. شريط الأدوات يحتوي صندوق الألوان وصندوق أدوات الرسم. هذا عندي شريط الأدوات، شايفينه اللي عليه خط أحمر. وعندي الصفحة البيضاء بسميها منطقة الرسم. أنا لما بدي أرسم برسم على الورقة البيضاء اللي عندي. خلينا نروح نجرب نشوفهم على الواقع. هاي عندي حكينا هون بيكون اسم البرنامج بشريط العنوان مع أدوات التحكم بالنافذة. هدول شريط الأدوات. هاي رسمت شريط الأدوات الوصول السريع. مثلا بدي أحفظ الملف بكبس على الحفظ هون بيطلع لي صندوق الحفظ. إذا بدي أعمل تراجع عن الخط اللي عملته أنا، هاي تراجع وهاي إعادة أو تقدم. تمام. عندي هنا زر الرسام، بس أضغط عليه بيطلع لي أوامر بستخدمها للبرنامج: نيو، أوبن، سيف. وهدول الأدوات للرسم: محاي وقلم ودلو. وهون عندي مجموعة أشكال وألوان إن شاء الله كلهم رح نتعلمهم بالدروس الجاي. في عنا يا أول نشاط صفحة 45 ونشاط صفحة 44، بدي منكم تحلوا لي. عنا كمان في نفذ وتأمل بحكي لك حرك الفأرة بشكل عشوائي في منطقة الرسم. بحكي لك حرك الفأرة بشكل عشوائي في منطقة الرسم مع الضغط على زر الفأرة الأيسر. ماذا تلاحظ؟ هلأ لنجربها. بنحكي لك حرك الفأرة بالضغط على زر الفأرة الأيمن. إحنا تعلمنا شو هو زر الفأرة الأيمن وشو هو الأيسر. هلأ أنا بدي أضغط على زر الفأرة الأيسر وأحرك. شو صار عندي؟ رسمت. لما ضغطت على زر الفأرة الأيمن ورجعت كبست شو صار عندي؟ مسحت. تمام. معناته السؤال الأول جوابه بيبدأ بالرسم، اللي هو لما نضغط على زر الفأرة الأيسر، ولما نضغط على زر الفأرة الأيمن بيمسح الرسم. ويعطيكم العافية.